قالوا لي عم يحكوا عليكي من ورا ظهرك. قلت لهم انا انسانه، في اللي بيكرهني وفي اللي بيعشقني، في اللي بيتمنى لي الخير وفي اللي بيتمنى لي الشر، وبعض الناس بتشوفني ولا شي، وفي ناس بتشوفني مهمه كتير بحياتها، في ناس بتشوفني متواضعه وناس بتشوفني مغروره، وانا بعشق شخصيتي هاي. امي ما تعبت 9 شهور عشان اطلع تافهه بلسان السفهاء، ما بيهمني كل من حكى ورا ظهري، انا عم بطلع وبنجح وهن بعدهم تحت عم بيراقبوا نجاحي. ايه عمي راح اضل وراي، انت بعد ما مستوى.